بيسلم المقطع. السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد اليوم جايب لكم مقطع من قست. قبل ما يبدا المقطع شكرا لكم على الدعم في كل مقاطع من قست، الله يسعدكم جميعا على الدعم اللي قاعد تسوونه. اغلب اللي يشوفون المقاطع ما اشتركوا، فيا ليت اي واحد يشوف هذا المقطع يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات، وباذن الله المقاطع الجايه تكون افضل من هذا المقطع بعد. لا تقصروا بالدعم، ابغى 20,000 لايك. الاخطر اللي شفتوها في البدايه كنت انا وخالد نسوي حركه اللي هو التخفي، ما ان اسمي قصير اللي هو VSL درايتم شوب، يعني خالد كان قدام شخصيتي كان اسمه مغطي على اسمي، اوكي، لان اسمه طويل وانا اسمي قصير. صارت القتله هذه وللاسف جاني اتهام مباشر من الناس اللي في الادمن والسكيورتي لانهم شايفيني انا مع خالد، فتوقعوا ان السيلف ريبورت هذا كان نواف جاي صوت على الجثه لاقيها، لكن للاسف ان نواف هو اللي قاتل، هو اللي سوت الجيم هذا. كنت ناوي احط لكم كامل لكن ما في الا هذه اللقطه اللي كانت كويسه، والامانه كنت ناوي اسوي منها حلقات كثير نتخفى بالاسماء وزي كذا، لكن لم تزبط معنا. هذه كانت اول محاوله ولم تزبط، حطيتها لان فيها ضحك وزي كذا. اللقطه اللي في البدايه كانت لقطه بسيطه، يعني ما راح يكون منها اي مقطع ولا شيء. الجيم الجاي راح يكون جيم من اصعب الاجيام اللي لعبتها في مونجس الامانه، جيم صعب جدا. كل الكروميت اللي كانوا موجودين معرقين، وانا امبوستر وما نبي لكم الامبوستر ثاني اللي تشوفون، لكن جيم كان صعب جدا بشكل ما تصورونه لي. كنت ارجف اقسم بالله، كنت ارجف وانا ما ابغى احرق، ما ابغى احرق. استمتعوا بالمقطع، لا تنسون لايك والاشتراك وخليكم بالمقطع. تمفك يا اخي، القم يا خالد، خالد القم ابد، اهم شيء انك مستانس. مرقي مرة، لكن نقول إن شاء الله إن هذا. السلام عليكم. السلام. يا مسكين يا خالد. الله اشكرك يا الامبوستر. شكرا حتى ما نحقق في الجسد بعد. لا لا بس شوي. ثواني خلونا نفهم وش السالفه. يلا. مين بالكامات كان قبل شوي؟ انا كنت بالكامات قبل شوي بس طلعت منها وجت صوت. طيب مرزوق كان بالادمن، سحدو كان بالادمن، مين الثالث؟ ما كنت في الادمن، انا ما كنت في الادمن. انا شفتك باللوج، انا شفتك باللوج. كيف شفتك؟ انا ماني في الادمن، وقت البلاغ انا طور السلامه في الكهرب قبل البلاغ. في واحد تاكد كلامي. خلاص اوكي ماشي، طلعت من الادمن رحت على الكهرب. حلو. مين وين اماكنكم البقيه؟ مين في ظل؟ ويبن قاعد بالشيد، ويبن مصطفى مو معي شحدو، انت في الكافتيريا. كافتيريا سلوم، نعرف الجنابي وينه؟ انا طالع من الرياكتر رايح الابر انجن. شباب اللي صار، انا كنت بالفيجيشن داخل طفى الكهرب، داخل على باب الالكتريكال، بردي عاكسني بعدين بس شافني لحقني، وصلنا على باب الالكتريكال لقيت الجثة عكس معي وروحنا سوا على الجثة. بس الكهرب كان طافي، كيف شفته؟ كان جسمي بجثة. ما شفته ترى. ما شفتك. أنا شايف مرزوق. الكهرب رجعت بصلح الكهرب. السكرتي؟ جات الرياكتر. إيه. يا أحد كلامك؟ إيه أنا شايفه. أنا دخلت خلصت معي مهمة حقت 1 2 3 4 5 ذي، وثم رحت سكيورتي بعده. كنت بحقك. يا رجال تحقق بعد. الجثة وين؟ وين قلت الجثة؟ باب الإلكتريك. شكلها سلف. باب الإلكتريك؟ دقيقة سلف. يا عيال أنا توي داخل ما في شيء يا عيال، أنا توي داخل. يكفي ساس. انت حدوني يا ابو سعد، ها؟ مرزوق وبسكادور، تذكرها. انا في الرياكشن حبيبي، سلم معاك حبيبي. ابي امكانتكم سريع. وكل واحد يشهد الثاني، ليث مكانك في الادمن، انا في الادمن. انا كنت معك. انت شايف كارت تو انا شفت سلوم وشفت مرزوق. لا طيب الجنابي. انا في البدايه رحت رميت الزباله بعدين نزلت رميتها تحت ستورج. سلوم. هلا. وينك؟ في الادمن سلوم. اي في الادمن. كارت. شوف كل واحد يشهد للثاني وحنا شفنا الكاميرا شغاله الا واحد اللي هو مصطفى. مرزوق ايش الجثه بالوبنز. طيب يا شباب ممكن اتكلم طيب؟ سلوم. في سلوم انا وش ماسك؟ ماسك اللوج صح ولا لا؟ إيه. وما فكيت اللوج صح ولا لا؟ إيه. شباب جاء فلاش حلو وعلى طول بلغ في الوبن، فلاش على طول على طول بنفس الوقت في نفس الثانية بنفس الثانية
بنفس الثانية جاء فلاش منه. ما تفتح لنا طيب؟ كلمة الاسم كلمة رزوك تيرت ما في مشكلة. بيج سس ويفن. بيج سس لو مت انا ذكروا. مصطفى كمان. لأنه البقية مبريين. أنا بريت الوردي. يا هل مصطفى ما حد يشهد له. مساتر. يا غرام. جيم صعب. كل اللي هنا معرقين مرة. مرة مرة معرقين. الله يعين. هم في الأوتو. لازم نذبح مرزوق. ايزي مرة ايزي هذا. هذا ايزي مرة. عندي قاتل ابو زاد. انا المصوت. انا عندي قاتل. انا اللي مصوت. اوكي. وين مكانك؟ الكافيتيريا. كافيتيريا. مصطفى. وين مكانك؟ سلوم وين مكانك؟ او معلش معلش. انا في طريق الويفنز. طيب. بسك سؤال يا ويف. ليث. ويفن يوم طلع من الادمن. وين نزل تحت ولا فوق؟ طلع لفوق ودخل على الميد باي بده يشيك. لانه انا شفت اللي ذبح. وفنه طلع الميد باي. انا شفته. انا شفته اللي. منو؟ انت ربيت دبل كل. كل واحد دبل طيب. كل. مرزوق. اسمع. انا بقول لك. انا في الكافيتيريا متسكر على الباب. كيف سلوم؟ طب خلونا نتكلم. انا بالكامات. تمام. مرق عندي الجنابي مرق من عندي بسكادور. الجنابي نزل لتحت وبسكادور نزل طلع ابر انجن سيب الميدباي كافتيريا ونزل لتحت. مرزوق كان بالادمن. اللوم نزل من الادمن للستوري. تمام. اوكي. بعدين فجاه اللوم يطلع من الميدباي وهو ما دخل. طيب اسمع يا ليث اسمع. انا كنت باللوج وكان معي مرزوق وكان معي واحد زياده ما ادري من هو. حلو. انا شفت يوم طفى الكهرب شفت اثنين كانوا بالالكتريك وفي واحد منهم فنت للمدبي. اظن اللي فنت للمدبي هذا يبي يقتل واحد بالمدبي ويرجع للالكتريك عشان يشهدون له لان شفناه ينزل تحت. فما سلوم سلوم اول ما طلعت انا شفت البنت المدبي شفت ما شفت سلوم طلع من هناك. انا كنت فوق على اليمين اصلا كان عم تسكر على الباب في الكافيتيريا كنت بروح الطريق البنت شفته عند وقعت منك هاي الحركه. ليث انا اقول انه صادق 1000% في واحد في السكيورتي انا باللوك يوم تطلع من حلو في واحد الكاميرات كانت شغالة برضه زين في امبوستر كذا قاعد يستهبل ذبح بالالكتريك بنت حلو سكيورتي راح ميد باي رجع سكيورتي بعدين طلع من الميد باي مره ثانيه هذا اللي هو هذا كلام ليث شو اسمه في سلوم بالضبط لا سلوم بالكافيتيريا انا شايفه نبغى نجيب القاتل الثاني انا شفته طالع من الميد باي يا ويفن ما دخل من اي بس انا لقيته انا من زمان في الكافيتيريا ويفن مو بكان متقفل علينا الباب في الكافيتيريا وانا كنت فوق على اليمين كان سلوم داخل الكافيتيريا الباب مقفل اصلا ولقيته يمين اصلا لقيته عند مصطفى سلوم ما اتوقع انه مصطفى صراحه سلوم سلوم اضمن كيف سلوم ويفن شايفني يا عيال هو ويفن خويك يا رولت له بالتصويت والله اخوان حرام مين مسوي سكيب مصطفى مسوي سكيب جي جي سعد أمك يا شباب يا عيال والله شفت يا عيال قاعد أرجي في عيال الحين انتم ليش ما تصوتون؟ يا والله شفت واحد يبنت للمدبي طلعت هناك ما لقيت سلام ويفن ويفن تدري ايش سويت؟ مشيت من فوق في الكافيتيريا مشيت من يسار لاخر شيء يمين انت اللي فنت في المدبي لا اي انا فنت في المدبي ومصطفى انك شلون شايفه يا سلوم يا ساتر يا شباب انا كنت ضامنه من الكافيتيريا من دقيقه دقيقه صوت سلوم لا اتمنى الورده فوق راسك بس موجوده عشان كذا كثير ليش كان قدامي البلوك شفت واحد توي فنت توي رقيت فوق لقيت الكافيتيريا كي تقفل علي وانا رقي فوق والسلوم كان يمين انا رقيت من فوق ان اثنين بنتنا انا موجود انت متخبي انا ومصطفى مصطفى هو اللي مش متاخر يا ويفن قول لي كان مأفك فعشان